أعزائي المشاهدين متابعينا الكرام في كل مكان، تقبلوا تحياتي تحيات المعلق الرياضي محمد الكواليني، يحييكم ولقاءات الجولة العشرين من عمر الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي، أحييكم من هنا من ملعب الأهلي والسلام في قاهرة المعز. لقاء اليوم هو لقاء يجمع الأهلي أمام فريق الداخلية، نتمنى بمشيئة الله أن نستمتع بكل لحظة بكل ثانية من عمر المباراة. طبعا النادي الأهلي يدخل لقاء اليوم بيحتل المركز الأول برصيد 40 نقطة من 16 مباراة، أما فريق الداخلية فهو حاليا بيحتل مركز 15 برصيد 16 نقطة ولكن من 19 مباراة في الأسبوع الماضي. والنهاردة أعزائي المشاهدين المباراة الثامنة في شهر فبراير لهذا العام، ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق للأهلي وكل التوفيق للداخلية ونستمتع بمستوى فني عالي في أداء الفريقين. النهاردة الأهلي على الورق وطريقة لعب 4-2-3-1، الشناوي حارس المرمى، باك يمين محمد هاني، باك شمال محمد اشرف، اثنين على الدايره ربيعه وياسر ابراهيم، اثنين كمحاور ارتكاز مروان عطيه، حمدي فتحي قدامهم ثلاث لاعبين، ميرسي تاوي، احمد القدوسي وطاهر محمد طاهر والمهاجم الخطير الملك العالي محمود كهربا صاحب القميص رقم 7. اما فريق الداخليه على الورق بيلعب بطريقه لعب 4-3-2-1، عماد السيد حارس مرمى، باك يمين احمد عبد النبي، باك شمال كريم يحيى، اثنين قلبي دفاع كل من كمال ابو الفتوح، احمد عبد الرسول، ثلاثه في نص الملعب كمحاور ارتكاز كليتشي، ارنج يامبادي واللاعب الخطير زيزو رقم 7، ثم ثلاثه موجودين قدام في الخط الامامي علي الزهدي، سمير فكري وقدامهم المهاجم مصطفى فوزي. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ الآن أحداث الشوط الأول. النادي الأهلي هيكون على شمال الشاشة بيزي الأحمر، وفريق الداخلية الضيف هنا في ملعب الأهلي، ويا سلام هيكون على يمين الشاشة بيزي الأزرق السماوي مع اللون الأبيض. ترجع بيرسيتاو، تصويبة قوية شكلها حلو ولكن عالية وتعدي وتبقى ضربة المرمى لصالح فريق الداخلية. هذه العادة ثم المتابعة ثم اللمسة الجميلة والتصويبة القوية بقدم على طول بيرسيتاو ولكن عالية راسية حلوة من عبد النبي، تترد خطيرة كهربا، هوبا التصويب والصدى الحلوة، يتألق يتألق عماد السيد والتصويبة القرباجية بقدم طاهر محمد طاهر ولكن في راية بديل. الهجمة علي الزهدي لما كورته حلوه، عدى حلو الزهدي خطيره جد والصد حلوه، يتألق يتألق محمد الشناوي. بالنسبه للنادي الاهلي تركيز من بيرسيتاو، تاو تصويب ولكن عاليه وبعيده وطلعت فوق العرض ضربه المرمى. بيرسيتاو هدفين في الدوري في 7 لقاءات ماضيه من اصل 16 مباراه. هذا هو تاو التصويب ولكن عاليه وبعيده من نصيب اللاعب الاوغندي ارن كيامبادي. عبد النبي والان حكم لصفر بنهايه الشوط الاول في لقاء الاهلي والداخليه في لقاءات الاسبوع رقم 20. شوط اول بعيد كل البعد عن المتعه والاثاره والجمال. هذا حكمنا بالشوط الثاني بعد الان ولكن لسه القطع ترجع ناحيه اليو ديانج، خطيره اليو ديانج وتصويبه صاروخيه ولكن بعيده على المرمى، تصويبه قويه بقدم اليو ديانج ولكن بعيده وطلعت بره، ثم ضربه المرمى الان لصالح فريق الداخليه، ضربه مرمى للداخليه ترجع ورا ناحيه اليو ديانج بالعرض علي معلول أمامية، كرة طولية حلوة خطيرة التصويب ولكن عالية وبعيدة بقدم الجزائري أحمد تندوسي، خطورة خطيرة خطيرة لفريق الداخلية، محاولة التصويب ولكن فين؟ في نص المرمى. يا طماع يا طماع يا طماع يا زيزو، محمد شريف، شريف عدى شريف، خطير شريف وتصويب ولكن يمسكها بسهولة الحارس عماد السيد. الآن أصبح فيها جمال، الآن أصبح في خطورة
لحمدي فتحه بصه حلوه جميله ضد الخطوره الكندوسي وعرضيه لبره متابعه لمسه محمد شريف هوبا التصويبه التعدي والهدف مش ممكن يه 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 القائم يتالق ويمنع الهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 60 من عمر المباراه تصويبه جميله بقدم علي معلول ولكن القائم يتالق ويوم بدور حارس المرمى عماد السيد ويمنع الهدف الاول والفرحه الاولى في المباراه. لمسة سريعه الهجمه تصل محمد هاني كره طريه حلوه قدام قطوره جمله جميله عرضيه لبره ولكن الدفاع والتغطيه المتميزه من مين؟ الباك اليمين احمد عبد النجم دخل في عمق الملعب وحط رجليه قدام قدم محمد شريف والعرضيه الدواب لعلي معلول الاستلام الكره الطوليه تعدي لسه في خطوره كهربا هوبا التصويب والهدف جول الهدف الاول البرج العالي محمود كهربا والتصويبه الجميله والهدف الاول جول الاهلي يا سياده يترجم الهجمات والضغط الكبير من الدقيقه الاولى وحتى وقت الهزم الى تسجيل الهدف الاول والفرحه الكبيره والفرحه الاولى لكل العاشقين والمحبين للبارد الاحمر هدف التقدم يا ساده في الدقيقه 70 من عمر المباراه والهدف الثالث للفولت العالي في الدوري المصري في هذا العام بص البصه حلوه ازاي وبص التحرك ممتاز ثم المتابعه ثم التصويبه على طول دوران بتصويبه جميله الله روحي في الزاويه البعيده وتروح هناك على يمين الحارس عماد السيد عشان النادي الاهلي يسجل الهدف الاول المستحق حتى الان في المباراه علي معلول انطلاقات ولمساته وعرضياته وتغييرات المدرب مارسيل كولر تغييرات في محلها صنعت الفارق وده خطوره محمد مجدي قفشه بصه حلوه محمد شريف والتصويب والصده يتالق عماد السيد يتالق عماد والثنائيات اللي موجوده كالعاده بين قفشه ومحمد شريف رقم سته لعب 25 مباراه الكره الطوليه والمهاره والسقوط والعرقله وحكم المباراه يديها ضرب الجزاء الان لصالح النادي الاهلي حمدي فتحي يهرب من الدفاع ويتحرك ويزيد لقدام وعلى طول العرقله موجوده وحكمنا محمد معروف قريب جدا من اللعبه يديها ركله جزاء لصالح النادي الاهلي محمد مجدي قفشه والكعب حكمنا هيديها ايه؟ هيديها بطاقه حمراء من نصيب احمد عبد الرسول والحكم اداها ضربه حره مباشره مش ركله جزاء قال لك في عرقله وكان طبعا في انفراد لحمدي فتحي بالمرمى عشان كده اداله بطاقه حمراء وقال لك الاعاقه من خارج منطقه الجزاء وكده مشاهدينا فريق الداخليه يلعب ب 10 لاعبين من الدياب 80 لطرد شادي حسين لعلي ديانج على الشمال محمد قفشه والتصويبه حلوه ولكن يطير ويحط ايديه ويطلع كورته حلو الحارس عمل سيل حطها جميله بيركنها ركنه حلوه الداخليه مع دخولنا خلاص على الدقيقه الاخيره من نهايه المباراه عبد الرحمن بعرضيه خطيره جدا والصد وتصميم الهدف جول التعادل القاتل في الوقت القاتل من نهايه المباراه استلام بدوران بتصويبه جميله بقدم المهاجم العملاق احمد رشيد يحطها في شباك مرمى محمد الشناوي عشان فريق الداخليه يسجل مشاهدينا هدف التعادل في الوقت القاتل في الدقيقه 90 من نهايه المباراه عبد الرحمن بص الاستلام الاستلام هو كل الجمال استلام بدوران وتصويبه قويه في التسعين عشان فريق الداخليه يخطف النهارده هدف التعادل في مرمى النادي الاهلي 1-1 واحد الاهلي واحد فريق الداخليه والهدف الثالث لاحمد رشيد في الدوري المصري في هذا الموسم هذه العاده مره ثانيه هذه السلام دوران بتصويبه وهدف جميل عبد الرحمن عرضيه خطيره احمد رشيد والتصويبه يا الله خطفه حلوه قوي
ولكن يتألق محمد الشناوي يحط ايديه ويطلع كورته بره الملعب. احمد رشيد لما نزل في الخط الامامي لفريق الداخليه عمل شغل كبير جدا جدا جدا. لسه محمد رمضان والركنيه على طول. محمد رمضان كورته عاليه خطيره، دفاع والهدف، ولكن تعدت العبر. يا الله يا الله يا مين تصل؟ محمد مجدي افشب والعرضه والراسيه، ولكن فين؟ بعيده جدا وعاليه جدا. تاني لسه الدفاع القوي، كره طري حلوه وتر خطوره بعرضيه تعدي ولكن بره الملعب. النادي الاهلي علي معلول عاليه ويتالق عماد السيد ويطير ويحط دي اخر هجمه، اخر محاوله هجوميه للاهلي. محمد هاني كره عاليه خطيره الراسيه والالتحام، تعدي بتر خطوره مش ممكن يا لفرقه الداخليه. والان حكم مصفر بنهايه المباراه والتعادل علي جاب 1-1 في لقاء اليوم الاهلي وفريق الداخليه. الاهلي هدف التقدم في الدقيقه 70 بقدم النجم محمود كهربا، ثم هدف التعادل القاتل بقدم احمد رشيد في الدقيقه 90.